منتخب كبير، لا منتخب كبير، حتى ان انا سمعت بان ما من الجمهور اللي كيلعبوا في فرنسا فقدوا الامل ديالهم مع 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 فقدوا الامل مع الجميع، لانه جاوا وما ما ما بقاوش قاو ديك الامبيونس اللي كانت قبل، ما بقاتش ما بقات كيجيو الحب في الوطن، واحد كيبغي بلادو كيجي من داك الحب في الوطن كاين، ولكن ما بقاش ديك الرغبه ما بقاتش، كيجي لحيت بلادو كاين داك المايو ديال البلاد، وكي الناس برا كيحمقوا على بلادهم كي بحالنا حنا، ولكن هادو اكثر اللي كيجي يقول والله مشيت للبلاد، كيقول مشينا للبلاد ولبستوني للبلاد، كاتشي ما بقاش ديك ديك لونفي، كانت تعالى واحد الرغبه بسيطه، ما بكري كانت كي مغربتي يدير كيبكي كيبدا نشيط وطني كتقد لي كيبكي، دابا لا، لانه كثرت الصداعات اللي كاين هنا في المستوى الوطني في الرجبي، خلى انه داك حيت اي حاجه كترى كيسمعوا دابا هادشي في فيسبوك والواتساب، كلشي كيتسمع كلشي كتعرف، ديما كتسمع مشاكل 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 مشاكل، الدراري قال لك وحنا تخربيق هذا، دونك الدراري بداو كلشي بدا شي كيرجعوا، لا ما عندناش فريق، عندنا 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 دي جوار مستوى عالي في فرنسا، ولكن ما بقوش بغاو يتجمعوا، لانه ما بقاش عارف يتجمعوا، الصداع في الجامعه في الرجبي المغربي ماشي كده.